هروح لنور حصل الخلع، بيبقى ايه القضية الأساسية اللي بتحرص عليها المطلقة أن تحصل عليها؟ الخلع ولا الطلاق؟ الطلاق يعني، هو ما في طلاق وفي خلع. خلينا نتكلم عن الطلاق، يعني ايه القضية اللي بتركز عليها المرأة المطلقة حتى تحصل عليها؟ بتكافئ علشان ايه؟ ولاد ولا نفقة ولا قايمة؟ لا لا، اولادها طبعا. هي الزوجه لو لحدها، هي مش عايزه اي حاجه، هي بتدخل المحكمه عشان تطالب الزوج بنفقه للولاد، لان حضرتك الزوج اول ما بيختلف مع الزوجه خلاص بيرفع ايده، مش بيصرف. لو في مدارس خاصه يحول لهم مدارس حكومه. ف اذا حصل الطلاق. يعني هو دلوقتي بس دول كده برضو ولاده ولا نكاية في هو الزوجة؟ العند بقى حضرتك. يعني انا ملاحظه كل حالات الطلاق الزوج اول ما هقول لحضرتك على حاجه، لما بتكون حامل وبتيجي بعد الولاده بيرفض تسجيل البيبي. طب تعالى ناخد حاجه حاجه، القايمه، هل القايمه الزوج بيوفي بيها على طول المطلق ولا بيبقى فيها مشكله؟ فيها مشكله. هقول لحضرتك على حاجه، هو ليه لما نقول زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف؟ ليه ما في ما المقوله كانش دي؟ ساعتها هيبقى في محاكم. ما ما انا ما بقول بيحصلش. لحضرتك دلوقتي قايمه المنقولات، انا خلاص انفصلت عن دي، حق الشرعي ما تديهولي، انت ليه بتخليني الجا ادخل المحكمه؟ ما هو لو بيديها حقوقها وبيديها القايمه بتاعتها هي تدخل المحكمه حضرتك. لكن هو او عند ممكن يخليها تخرج من هنا ويقفل باب الشقه ويغير القانون، خلاص مالكيش حاجه عندي، حتى هدومها مش بتاخدها. يعني انا عندي من بعض الحالات مجرد ان اختلفوا، ايه المشكله بين زوجين؟ مجرد انها راحت عند اسرتها جات لقت القانون اتغير، طيب اديني هدومي، مفيش. ولحد الان كام سنه في المحكمه؟ لان انت عارف حضرتك قضايا الطلاق بتقعد سنين، بتقعد سنتين، لو اتحكم لها بالطلاق يستأنف، تقعد سنتين كمان. يعني في ناس بتقعد في المحاكم علشان الطلاق بالخمس سنين وبالست سنين. بس الخلع اسرع. الخلع اسرع، علشان كده دايما الزوجه بتلجأ للخلع، لان خلاص هو بقت استحاله استمرار الحياه الزوجيه بين الزوج والزوجه، خلاص هيقعدوا في مشاكل، يضربها بقى، يتعدى عليها بالضرب، يسبب لها عياء، وبعض الحالات بتوصل للقتل. طب ليه؟ طب ما انا بخلع وخلاص، وده بيأثر على الولاد. هو لما بيضرب الزوجه قدام الولاد هو مش بيأثر عليهم نفسيا؟ فالزوجه بتحس ان الخلع ده افضل حل عشان تحافظ على ولادها. طيب تاني جزء، النفقه بتحصل عليها بسهوله ولا بتقابلها خالص مشاكل؟ خالص مفيش نفقه. بص حضرتك النفقه اول حاجه الزوج عشان يتهرب من النفقه يقدم شهاده فقر، يقدم شهاده ان هو واخد قرض، يقدم شهاده ان هو بيصرف على والده المريض او والدته المريضه، فبالتالي ويقدم شهاده ان هو استقال من مهنته فتحكم لها براتب بسيط، بنفقه بسيطه. يعني على سبيل المثال لما يبقى زوج الراتب 16000 وتحكم لها ب 200 جنيه، 200 جنيه دول ايه حضرتك في الشهر؟ دول 8000 بتاع السندوتشات المدرسه فينو بس. طب هل هي بتقدر تجيب مستندات تثبت بان دخله اعلى؟ لا، الشغل الخاص ما تعرفش تثبته، لكن الحكومه تثبته، ولكن يتهرب من طريقه اخرى زي ما قلت لحضرتك، ما بيقدم ان هو واخد كارد، ان هو بيصرف على اسرته والده او والدته، فبيتهرب بطريقه اخرى. النفقه بقى حضرتك اللي خارج البلاد، الازواج اللي خارج البلاد دي اللي كارثه. اللي الدول العربيه المسافرين دول تعلن تبع وزاره الخارجيه 6 شهور، بعد 6 شهور يجي الرد لم يستدل على عنوان، عادي من الاول. وبعدين في يعني انا على سبيل المثال واحده رفعت قضيه نفقه 16 سنه، قالت لي انا جوزها مهندس في السعوديه، قالت لي بنتي بقت عروسه وانا ما خدتش لسه النفقه. طب انت ليه ما تديش لبنتك النفقه؟ علشان هي بنت. واحد تاني عشان بنته طلعت من ذوي الاحتياجات الخاصه رفض ان هو ينفق عليها. في شرع مين الكلام؟ هروح ليه استاذ حسين.